Complete exercise 1.5 page 19. Number 2 complete using a suitable digit. هنا هنعمل برضو multiplication عادي جدا وهنشوف ال digits اللي ناقصة دي هنكملها ازاي. أول حاجة بنعمل 7 by 5 then 7 by 4 then 7 by ال digits اللي هي في ال square. 7 by 5 35 put 5 and carry up 3. 7 by 4 28 plus 3 31 يبقى put 1 and carry up 3. 7 by كام plus 3 تديني 45. طبعا أقرب حاجة 7 by 6 42 لما هنزود عليها 3 هتديني فعلا 45 يبقى 7 by 6. Again 8 multiply by 5 equals 40 يبقى put 0 في السكوير اللي تحت and carry up 4. 8 multiply 3 equals 24 plus 4 28 يبقى put 8 and carry up 2. 8 by كام plus 2 تديني 74. طبعا أقرب حاجة أو 8 by 9 هتديني 72 plus 2 هتديني 74 يبقى 8 multiply 9. okay then ال digit اللي باقية دي multiply 5 equal حاجة أولها 0 يبقى كام by 5 equal ممكن نقول 2 by 5 ب 10 أو 4 by 5 ب 20 6 by 5 ب 30. هنجرب في أول حاجة اللي هي 2. لو جربنا 2 by 5 ب 10 0 and carry up 1 then 2 by 3 6 plus 1 7 مظبوط. أوكي يبقى ال 2 صح. لو ما كانتش هتنفع ال 2 كنا هنجرب في ال 4 في ال 6 في ال 8 لحد ما تظبط معانا النمبر. أوكي then قلنا 2 by 3 خلاص ب 6 1 7 2 by 9 ب 18 right 18. بعد كده add 0 plus 0 0 4 plus 0 4 4 plus 7 11 1 and carry up 1 1 plus 7 8 plus 8 16 and carry up 1 1 plus 1 equals 2. Again multiply 5 by 8 40 0 and carry up 4. 5 by كام plus 4 يديني 4 طبعا 5 by 0 ب 0 plus 4 ب 4 5 by 2 ب 20 5 by 2 ب 10 و 4 14 يبقى أولها 4 5 by 4 ب 20 و 4 24 يعني كله ينفع. فاحنا هنجرب في أصغر حاجة اللي هي 0 لو ما نفعتش هنجرب في اللي بعدها. 5 by 0 ب 0 plus 4 ب 4 then 5 by 4 ب 20 0 and carry up 2. 5 by كام plus 2 يبقى حاجة أولها 2 برضو نفس الفكرة هنجرب في ال 0. 5 by 0 ب 0 plus 2 ب 2 then 5 by 4 ب 20 0 and carry up 2. اوكي يبقى ال 0 اللي احنا كتبناها دي نفعت خلاص الحمد لله. 5 by كام plus 2 تديني 17. 5 by 3 ب 15 plus 2 هتديني 17 يبقى 5 by 3. اوكي يبقى احنا بنجرب بس النمبر نفع معانا بعد كده وكمل الملتيبليكيشن. اوكي مكملش الملتيبليكيشن يبقى هنجرب في النمبر اللي بعده. ما نفعش ال 0 يبقى ال 2 ما نفعش ال 2 يبقى ال 4 and so on. 7 بقى خلاص بقى انا عندي النمبرز موجوده يبقى احنا بنعمل ملتيبليكيشن عادي. 7 by 8 ب 56 6 and carry up 5 طبعا اول ديجيت احنا بنسيبها فاضيه او هنكتبها ب 0 يبقى 56 هنكتب ال 6 من تحت ال 4 طبعا في ال 10th ديجيت and carry up 5. 7 by 0 ب 0 وال 5 تنزل. 7 by 4 ب 28 8 and carry up 2. 7 by 0 ب 0 وطبعا الكاري اب 2 يبقى equals 2. 7 by 4 برضو تاني ب 28 8 and carry up 2 و 7 by 3 ب 21 والكاري اب 2 هيبقى 23. add بقى النمبرز اللي عندي دي كلها 0 plus 0 0 4 plus 6 10 طبعا 0 and carry up 1 1 plus 5 طبعا هتديني 1 plus 0 ب 1 plus 5 ب 6 2 plus 8 ب 10 0 and carry up 1 1 plus 0 ب 1 plus 2 3 7 plus 8 15 5 and carry up 1 1 plus 1 2 plus 3 5 will 2 plus nothing تنزل زي ما هي. Number 3 in one of their happy occasion a family put 18 kilogram of meat for LE 35 4 kilogram and 16 liters of juice for BT. BT هو كان مديني LE فوق BT 400 4 liter how many pounds بيسأل عن pounds يعني LE
يبقى المفروض ان احنا هنغير البي تي ديت ل ال اي. How many pounds did the family pay؟ الفاميلي اشترت ايه؟ اشتروا 18 كيلو of meat for LE 35 for each كيلو. الكيلو الواحد ب 35، يبقى ال 18 بكام؟ مديني هنا ال 1 كيلو وعايز ال 18، يبقى نعمل multiply. اوكي، يبقى to get the price of meat هنعمل multiplication. 35 multiply ال ايه؟ ال 18. اوكي، هو family bought 18 كيلوغرام of meat، يبقى 35 multiply 18، وهنطلع طبعا الريزلت هنشوفها equal كام، هتطلع ب 630. طبعا احنا بنعمل multiplication direct، احنا بس بنفهم المعنى بتاع المسألة، انما multiplication احنا خدناه قبل كده في كذا مسألة يعني. طب الجوس، هم اشتروا 16 liters of juice ب 400 بي تي. يعني ايه 400 بي تي؟ يعني 4 ال اي، 400 piastres معناها 4 ال اي، لان ال 1 ال اي 100 بي تي، يبقى ال 400 ب 4 ال اي. اوكي، يبقى كاني بعمل 16 multiply 4 علشان الريزلت تطلع عندي بال ال اي، طبعا هتطلع ب 64 ال اي. طب التوتال بقى اللي هي دفعته كله، دفعوا 630 في الميت و 64 للجوس، يبقى هنعمل اد 630 بلس 64. اوكي، نمبر 4، a man wanted to build house for his family. He put 15 tons of building steel for LE 7356 a ton. الطن الواحد ب 7356. هو اشترى كام طن؟ اشترى 15. اوكي، and 48 ton of cement for LE 475 a ton. الطن الواحد من الاسمنت ب 475 LE. هو اشترى كام طن؟ 48. اوكي، يبقى هو اشترى حاجتين، اشترى حديد، اشترى منه 15 طن بكام؟ ال 1 طن ب 7356، يبقى كل اللي اشتراه 7356 multiply 15، يبقى بنعمل multiplication. اوكي، اللي هو مديني البرايس اوف 1 طن. اوكي، يبقى ال 15 بكام؟ يبقى هنعمل multiply. طب the price of cement، الاسمنت، هو اشترى كام طن؟ اشترى 48. الواحد بكام؟ ب 475، يبقى ال 48 بكام؟ ب 475 multiply 48. اوكي، هعمل multiplication والريزلت، هو اشترى الحاجتين دول، يبقى هعمل addition، التوتال بتاع الستيل بلس سيمنت. اوكي، يبقى هنعمل add للتو نمبرز اللي هيطلع عندي، يبقى how much did he pay، هيدفع كام كله على بعضه، يبقى the price of الستيل طبعا بلس the price of cement. Number 5, choose the nearest number to the correct answer without multiplication. Number A، هنا 25 by number by 4. طب ما 25 by 4 directly equal 100، يبقى كأني بعمل النمبر ده اللي هو 977 multiply 100، يعني كأني بزود عليه 2 zeros، صح؟ ده without multiplication يعني directly كده. أقرب number لل 97700 أكيد هيبقى 110,000، مش هيبقى 90، مش هتبقى 9,000 ولا هتبقى 10,000. اوكي، نمبر بي برضو ملتبلاي دايركتلي كده من غير بقى ورقة وقلم، من غير ما نعمل ملتبليكيشن، 40 باي 50، 0 مع 0 هينزلوا، يبقى 4 باي 5 ب 20 و 2 0 يعني كأنها 2000، باي 75 هتديني 150,000. اقرب حاجة لل 150,000 هتبقى 200,000 مش 300,000 ولا طبعا 500,000. نمبر سي، 100 multiply 99، ما 99 كأنها 100 برضو بالتقريب كده equal 100، و 98 برضو كأنها 100، يبقى كأني بعمل 100 by 100 by 100، يعني 1 قدامها 6 zeros، يعني 2 0 2 0 2 0 تبقى equal 6 zeros، يعني 1 مليون، يبقى بالتقريب 1 مليون. نمبر دي، 125 by 48، برضو ال 48 كأنها بالتقريب 50، يبقى كأني بعمل 125 by 50 اللي هي هتديني 6000. اوكي، يبقى بالتقريب بشوف النمبر equal كام، يبقى approximately equal 6000.